عندك بو يلمك ولا خو يلمك راك ما عملت شكاكه، معناها انتوما همال اللي عندكم، لا اصل لا مفصل. حسب السلامه. والله اقسم بالله العلي العظيم انا نعمل في الفيديو هذا وانا حزينه رزينه على تونس وعلى اللي قاعدين يعملوا فيه في تونس وعلى المراه التونسيه اللي قاعدين يشوهوا فيها. اذا اقسم بالله كان جاوا يخلصوا فيكم باش تشوهوا المراه التونسيه ما تعملوش اللي تعملوا. الفضيحة اللي صارت البارح متاع رغب علامة وسوزانا ولا سوسن ولا اللي متبرية من اسمها قبل ما نتبريو منها الكل، بصراحة ما تصورتش باش نقوم من النوم نلقاها قال المصري بالبنط العريض التونسية وشاهد وعرفتهم ماك جور الفيديوهات ولقيت توانسه الناس كلها على السوشيال ميديا طلعت وقاعده تحكي على اللي صار البارح على مسرح كرتاج. صدقوني مانيش عارفه منين باش نبدا الفيديو او باش نبدا، عرفتوا ما يهمنيش حتى حد يفهمني، ما يهمنيش ناخذ نحكي بالتونسي وكان لازم نجمي باش حتى حد ما يفهمني من اي دوله اخرى. كيفاش مسرح كيما مسرح كرتاج اللي اي فنان عربي ليه الشرف انه يطلع على مسرح كرتاج ويتحط في السي في متاعه اللي هو غنى على ركح كرتاج، يطلع لي واحد مكهب على السبعين كما رغب علامة ويقعد يشطح بالفاسون هذيك مع البنات سلو تلميس وبوس ومخلى معمل من الاخر، مخلى معمل مع بناتنا وللا مديرة الإذاعة وتغذى التونسية قاعدة حتى ساق على ساق وتصفق وتضحك وعادي، وهو قاعد يذاع في المباشر والمباشر هذاك يتفرجوا فيه أمة لا إله إلا الله ويتفرجوا فيه جيراننا وأشقائنا ودول أخرى. وانتي عادي كان اون برانسيب اصلا كان انتي انسانه تخاف على عرض المراه التونسيه واشرفها تقص عليه البث المباشر الساعه وما تجيبوش من نصله اصلا ب 700 مليون، الدوله اولى اساسا بالفلوس هذيك، المدارس اولى والتعليم اولى والسكر والزيت والروز والواحد اولى من قداش من 700 مليون تدفع الفنانين في كرتاج باش يجيو يعقبوها على علينا ويروحوا. اللي حاجته برغب عليه ما يجيبوا في حفله خاصه في السويت نتاعه ولا في داره لمرته، فهمتوا؟ مش انت قاعده نورمالمون تقص عليه البث المباشر على خاطر احنا كل ما نحاولوا نصلحوا الصوره اللي انتوما تبشعوا فيها اللي انتوما ما عرفش انتوما متسلطين علينا ولا قابضين ولا الله اعلم بكم شنو، ديما تحبوا تحصروا المراه التونسيه في كادر معين، المراه المتحرره، المراه المفضوحه، المراه العريانه. لا يا خويا الا ما تابش نقعد نقولوا هذيك ماهيش المراه التونسيه. قداش من فيديو نعمله لكم نقعد نجتهد فيه بالشهر وبالشهرين باش ندبر نماذج تونسيه عمركم ما تراوهم في التلفزه التونسيه العالمه واللي طلعت للفضاء واللي جبتها لكم فيديو الاخراني بناء عمرها 24 سنه تسوق اول قائد الطائره حربيه تسوق في طياره حربيه، ما تجيبوهمش ما تكرموهمش، ما تجيبولي كان الهامله واختها سواء في البلاتوات التونسيه سواء على فاضحينا في كل بلاصه. الا ما تابش نقعد نقول وحدنا راي مش هذيك المراه التونسيه، اي مش هذيك، بالسيف عليكم وبالسيف على اللي على اللي مسلطكم علينا. المراه التونسيه اللي تقري، المراه التونسيه اللي تجري تخدم فرمليه وتخدم فام دو ميناج وتخدم معلمه وتخدم تسوق في الطياره وتخدم تسوق في طياره حربيه واللي طلعت للفضاء، هذيك المراه التونسيه، المراه التونسيه اللي حرس، المرأة التونسية اللي تخدم في الحماية المدنية، المرأة التونسية اللي تسلت على سعدها من الأربعة بتاع الصباح، المرأة التونسية اللي واقفة في ظهر رجلها، على فكرة مش بالخمار ومش بالحجاب راهو، المرأة التونسية متحجبة من أول الدنيا، السفساري عنا هو حجاب. السفساري المرأة التونسية لباسها التقليدي لوحده محترم. فهمتوا؟ ماهوش بالحجاب، المرأة التونسية اللي بقلبها، المرأة التونسية اللي تقف مع رجلها، المرأة التونسية اللي تربي في أجيال، المرأة التونسية اللي طلعت علماء، فهمتوا؟ مش المرأة التونسية اللي مطلعين لي واحدة ناكرة في اسمها، قال شو اسمك؟ قالت له سوزان سوسن صالون، ناكرة في اسمك وفي قملك ولا أم الربا الصفرة، طالعين تبوسوا وتحملوا عراية قراية، شنو تحبوا توصلوا؟
باش نقوم نلقى فيديوهات السبه فينا بدوره، السبه فينا بدوره تخليه القاسي والداني يجبدنا ويجبد عرضنا ويجبد شرفنا. المراه التونسيه اشرف منكم وانظف منكم وخير منكم، ومهما طلعت واحده انت اصلا اصلا ما فماش بلاد ما فيهاش ال 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 العالمه وما فيهاش المسخه، فهمتوا؟ وما فما وهذيك اقدم مهنه في التاريخ، اقدم حتى من من, من الحضارات الكل. عنا الباهي وعنا الخايب، الحمد لله تونس القيام القيام القيامة تقعد فيها المرأة بقيمتها بقدرها، المرأة التونسية المثقفة، المرأة التونسية اللي ما ينجم حتى حد يوصلها بكلمة على خاطر كم شهمال كي من ذوكم ما يشرفوناش، وما هيش ذيك المرأة التونسية اللي طالعة تشطح الحمى كاكا. كان جاي عندك بو يلمك ولا أخوي يلمك راك ما عملتش كاكا، معناها أنتوا همال عندكم لا أصل لا مفصل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، تبصخوا في المرأة التونسية أشرف منكم وأشرف من أي حد وأنظف من أي حد يحاول باش يمسخ المرأة التونسية. ونطالب نطالب رئيس الدولة بإقالتك اللي شادة التلفزة هذيك اللي مخليتها خمار نهار كامل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، في كل إنسان يحب يمسخ المرأة التونسية أشرف وأنظف من أي حد.